فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المجاهدة، والمجاهدة منزلة تصحب العبد الصادق المريد وجه ربه بصدق طيلة حياته لا تفارقه ولا ينبغي أن تفارقه، وما من مؤمن تفارقه المجاهدة إلا كان على شفا جرف نهار والعياذ بالله. ذلك أن إيمان المؤمن لا يستقيم حق الاستقامة إلا بمجاهدة، ولذلك كانت منزلة إيمانيا ومقاما ربانيا يدخله المؤمن بمجرد إعلان توبته وصدق توجهه، ويتدرج عبره في مسالك الدين ومدارج الإيمان سيرا إلى الله جل وعلا. وهذه المنزلة موجودة بصريح القرآن الكريم وصريح السنة النبوية الصحيحة، وإن شئت يمكن أن تسمي هذه المنزلة بمنزلة، إذا أردنا أن نضيفها إلى أصحابها بعبارة أخرى في بيان وجهين لها آخر، منزلة القابضين على الجمر، كما ورد في الحديث حديث الفتن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما يصف فتن آخر الزمان التي تكون كقطع الليل المظلم تدع الحليم منكم حيران، أي الإنسان اللي بعقله وعلى حظ من العلم والذكاء والحكمة هو نفسه يحار إزاء فتن آخر الزمان على مثل ما نحن فيه في زماننا هذا، الفتن التي يمسي فيها الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، أي لا يثبت على حال، هذا القصد. القابض على دينه منكم كالقابض على الجمر، لأن القبض على الدين أي التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث مفاهيمهما أي المعاني، ومن حيث أحكامهما أي الأحكام الشرعية، ومن حيث القصد أو المقاصد التي يستبطنها العبد في سيره بالكتاب والسنة إلى الله جل وعلا أي بالدين، كل ذلك يكون من المشقة ويكون فيه من الحرج والعنت في زمان يصبح المتدين فيه غريبا، غريبا في إحساسه ووجدانه وشعوره، غريبا في فهمه، غريبا في شكله وزيه وطريقة عيشه، بسبب ما فشى من الفشو والانتشار الكبير، ما فشى من الانحراف في الدين على مستوى الفهم وعلى مستوى السلوك لدى كثير من المسلمين مع الأسف. بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. المؤمن إذن الذي يدخل مثل هذه الأزمنة يعيشها بصدق فعلا ويريد أن يعبد الله جل وعلا ويأخذ الكتاب بقوة يعيش نوعا من الغربة النفسية الوجدانية، ولذلك فممارسته للدين ستكون على نوع من القبض على الجمر، وذلك ما عبر عنه أيضا بالمجاهدة التي هي عنوان أو موضوع كلامنا الليلة بحول الله جل وعلا. وقد وعد الله المجاهدين أنفسهم فيه خيرا، وهو الهداية والتثبيت، وذلك شعار هذه المنزلة، يعني المجاهدون أنفسهم في ذات الله وفي الله شعارهم قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والهداية هنا بمعنى التثبيت، تثبيت لأنهم هدوا إلى الحق ابتداء، فهم جاهدوا أنفسهم في الله، والله جل وعلا بما جاهدوا أنفسهم فيه يثبتهم على ذلك الحق ويقويهم على حمل أمانته رغم ثقلها ورغم حرها كالقابضين على الجمر ورغم شدتها، فيستسهلون المصاعب في الله جل وعلا. ولذلك يمكن حسب استقراء هذه المعاني من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تيسيرا لأنفسنا ولإخواننا، تيسيرا في سياق التدرب على هذا المعنى واكتساب حقيقته والتخلق بمنزلته أو مقامه، قسمناها إلى ثلاثة أقسام: مجاهدة المقاصد والنيات، ومجاهدة المفاهيم والمعاني، ثم مجاهدة الأعمال بالطرق والأفعال. ويحسن رغم أن العلماء إنما يبدأون بالمقاصد وإنما يبدأون بالنيات، يحسن أن نبدأ بالرتبة الأخرى وهي رتبة مجاهدة المعاني أو المفاهيم، المعاني أو المفاهيم، نظرا لأن العلم قبل العمل، لأن مجاهدة المعاني أو مجاهدة المفاهيم تتعلق بالعلم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام،
وبالصدق في طلب ذلك العلم. فالنية سابقة على كل حال لا شك في ذلك، ولكن يتأسس هذا على صحيح العلم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الرتبة من منزلة المجاهدة، أي مجاهدة المفاهيم والمعاني، قلت أحببت تقديمها نظرا لأنها عمت بها البلوى، هذا الأساس، عمت بها البلوى في زماننا هذا، وصارت مشكلة كبرى تؤرق كل المسلمين وبدون استثناء. وعنوانها في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا جهاد المعاني وجهاد المفاهيم، وسأبينه مبسطا بإذن الله على قدر المستطاع. الضمير في قوله تعالى به يعود على القرآن الكريم، فلا تطع الكافرين وجاهدهم بالقرآن به، وجاهدهم به جهادا كبيرا، لأننا نعيش مشكلة عظمى زماننا هذا، وهذه المشكلة تتعلق بقلب الحقائق والمعاني. جعل الحق باطلا وجعل الباطل حقا في كثير كثير من الصور والحقائق والممارسات والمسالك الاجتماعية والثقافية وغير ذلك، والعادية أي من العادات. فالكفر اليوم ومؤسساته الكبرى في العالم يريد أن يغير من حقائق الدين ومفاهيمه لدى المسلمين ببث ألفاظ ومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان، يصفون بها الدين والمتدينين، هذا واحد، أو بتحريف معاني ألفاظ كتاب الله وألفاظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى يجد الإنسان المسلم نفسه في حرج إذا أراد أن ينتسب إلى الدين. وهذا مما عمت به البلوى اليوم مع الأسف الشديد، وحمل وزره كثير كثير من وسائل الإعلام المرئية والسمعية، وكذلك يعني وسائل النشر بصفة عامة، تصب على رؤوس المسلمين القناطير المقنطرة من المفاهيم الباطلة المشوشة على الأدمغة وعلى العقول. ولذلك المسلم اليوم لا بد وأن يعيش نوعا من المجاهدة العلمية والثقافية، أو بتعبير أدق لا بد من نوع من المجاهدة المفهومية. أقصد بالمجاهدة المفهومية يعني الكلمات ديال القرآن الكريم اللي هي كلمات مفتاحية، حلس ورد، ألفاظ لها دلالة خاصة، وألفاظ القرآن في مجملها ألفاظ خاصة، يعني كلفظ الصلاة والصيام والزكاة وسائر الكلمات القرآنية، التقوى، البر، الربا، الزنا، الخمر، كلها يعني الألفاظ التي وصف بها الخير والألفاظ التي وصف بها الشر، كل الألفاظ التي تكلم الله بها جل وعلا لها دلالات خاصة، وكذلك السنة النبوية، ألفاظ النبوة، هذه الألفاظ هذه أتى عليها حين من الدهر حرفت مقاصدها، كثير منها ماشي هو المعنى الحقيقي ديالها كما هي في كتاب الله، كما تروج في وسائل الإعلام، وكما مع الأسف أيضا تدرس حتى في كثير من البرامج الدراسية لكثير من مؤسسات التربية والتعليم في البلاد العربية والإسلامية. وهذا كينتج عنه واحد سلوك اجتماعي معين، وهو التطبيع، ما يمكن أن نسميه بالتطبيع مع المنكر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا واحد التربية، وأنه المؤمن من اللي يشوف المنكر القلب دياله كي ينقبض، ربنا هذه التربية بل أوجب ذلك علينا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعاف الإيمان. ولنبقى مع أضعاف الإيمان، لأن هذا أضعاف الإيمان بغوا يحيدوه، لا طمع في المنزلتين الأوليين. المشكلة الآن مع أضعاف الإيمان، وهو أنهم يريدون منك أن تنشرح للمنكر، وإلا كنت متطرفا وكنت وينزل القاموس المدمر النفسية المتدينة. تطبيع النفسي مع المنكر يعني هو والعياذ بالله أفتك الأسلحة للقضاء على الشخصية الدينية للأمة الإسلامية، وأخطر الأسلحة لتدمير الوجود الديني للمجتمع الإسلامي، لأنه لما يعاشر الإنسان المنكر ويشعر إزاءه ب يعني نوع من الانشراح ونوع من القبول النفسي، معناه إذن أنه هو صار جزءا من المنكر. ولذلك نجد النهي مثلا عن الجلوس إلى طاولة الخمر أو المكان الذي يشرب فيه الخمر ولو لم تكن له شاربة. خنترك ما تشرب شيء الخمر، ولكن قاعد حدا الناس اللي كيشربوا الخمر، أحد اثنين: إما أن تكون آمرا ناهيا وخجلس معهم يمكن يجوز، ولكن بشرط تكون جالس من أجل أن تنهى
عن ذلك المنكر وأن تغيره. أما وأنك تسكت على ذلك الباطل والخمر يشرب بين يديك فمعناه أنه سيصير لك نوع من الطبيعة النفسي. نوض في حالك ما قدش تنهى خوي الموضع، أخرج من ذلك المكان ولا تجلس به، لأن جلوسك به وفيه معناه أنك ستفقد حس الإنكار. لأنه كما مثلت مرارا في مثل هذا السياق، لو أنه والعياذ بالله واحد في المسجد أخرج قنينة خمر لفزعنا أن تخلعوا. لما؟ لأنه أمر مستغرب مش عادي، شيء فظيع أن تكون خمر بالمسجد، شيء فظيع جدا. فقط كان أعطيه هذا المثال لأنه بقي الحمد لله الإحساس الديني عند المسلمين على الأقل داخل المساجد لا زال عاليا، ولكن في المجتمع لا نستغربه. والأصل أن المؤمن يستغربه النار كل مكان، لأن الخمر غريبة في بيئة المسلمين، البيئة النظيفة السليمة، فإذا وجدت ولم تستغرب فالبيئة مريضة مريضة. إذن هذا مؤشر مهم جدا، ولذلك التطبيع مع المنكر يقصد به فعلا القضاء على الحس الديني لدى المسلم. ولهذا قال الله جل وعلا في القرآن: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن. كيف تجاهد بالقرآن؟ بحقائقه. الخمر خمر، والربا ربا، والزنا زنا. لا يمكن للحرام أن يصبح حلالا، ولا يمكن للباطل أن يصير حقا، ولا يمكن للحق أن يكون باطلا. لما تشد في كتاب الله جل وعلا كتكون شديت في الحقائق الإيمانية صافية واضحة قاطعة. خليه يقول اللي يبغى، ليبيح الربا، ليبيح الزنا، يسميه حرية، يسميه يعني تفتح، سميه ما شئت، عندي في كتاب الله إنه كان فاحشة وساء سبيلا وجاهدهم به جهادا كبيرا. الزنا فاحشة وجريمة، وصاحبه يسقط من عين الله والعياذ بالله. وآكل الربا أشد منه، درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيح المليح، وغير ذلك كثير. وحرب على الله، آكل الربا وموكله سواء، الآخذ في الحديث الصحيح الآخذ والمعطي سواء، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، نعوذ بالله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إعلان للحرب على الله عز وجل. القرآن كيحميني، كيحمي لي المعاني في مخي، ما كتضيعليش، فليحرفوا ما شاءوا، تخدم وسائل إعلامهم المدمرة بما شاء شيطانهم. ما دمت أنت متمسك بكتاب الله فقد وعدك الله بنص الكتاب، ووعدك رسول الله عليه الصلاة والسلام بنص السنة بأنك منصور، راك غالب على مستوى ثبات. لنهدينهم سبلنا، أي سيثبتك الله جل وعلا بما جاهدت بالكتاب وبما جاهدت بالقرآن. ورسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وعدك بالنصر على المستوى المعنوي، بأنك غادي تثبت، ما غادي تغير لك شيء دينك في عقلك وفي سلوكك. ولهذا كانت المجاهدة لازمة للمؤمن في كل الأزمنة وفي زمان الفتنة بوجه أخص. وإذا لم يكن مثل هذا الزمان زمان فتنة، فلا فتنة موجودة في الأرض أصلا. إذا ما كانش بحال هذا يعني الأجواء التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم فيما يسمى بهذه العولمة، الرياح الإبليسية الشيطانية، إذا لم يكن مثل هذا هو الفتن المدمرة التي قصدت في كثير من أحاديث الفتن مما خرج في الصحيحين وغيرهما من الكتب، فرا ما كاينش الفتنة. لما كانش هذه فتنة عمرها ما تكون فتنة، نسأل الله العافية. ولذلك المؤمن اليوم هو في أشد الحاجة للمجاهدة. ما يمكنش تعيش يعني بواحد الدين مرخي دليل، لا يمكن، خاصة في زمن التدافع. لا، إما أنك تتشبث بكتاب الله كما وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا، وهو الحديث الذي أو المعنى الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل. وعدك رسول الله بالثبات وبالنصر: فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا. فإما قلت إما أن تتشبث بكتاب الله جل وعلا فأنت منصور على مستوى المفاهيم، منصور على مستوى المعاني، مثبت من لدن الله جل وعلا، وأنت آنئذ على رتبة من مقام المجاهدة، راك في واحد درجة من درجات ديال المجاهدة، وهي منزلة الصديقين حقيقة. حينما تنتشر عادة من العادات السيئة حتى تعم بها البلوى،
أحد أمرين، إما أن تكون من أهل المجاهدة فتثبت بإذن الله، ستثبت بإذن الله ولن يتغير في نفسك شيء من ذلك، وإما ألا تكون منهم فتذوب وتصبح جزءا من ماهية المنكر والعياذ بالله. يعني العري الفاحش الذي يحصل اليوم وهذا التسابق، هذا التسابق نحو الهاوية، يعني الأمة على مستوى الأخلاق اليوم عندها واحد المسابقة، واحد الماراثون ديال الجري نحو الهاوية، راه الحفرات اللي سبق يطيح فيها. فهذا التسابق نحو الهاوية الآن كيوصل أو راه قد أوصل فعلا الأمة إلى نوع من عموم البلوى في الفاحشة والمنكر والعري. عموم البلوى يعني من المعاني ديالو أنه واحد الحاجة كتولي عامة، يعني والأغلبية الساحقة ديال الناس مطلية بها. فأغلب النساء اليوم مع الأسف الشديد شابات ومراهقات وكاهلات مع الأسف على عري فاحش شديد الفحش. هذا الوضع هذا كيعطي لما كيكتر كيعطي الإنسان إذا ما حضرش راسه أنه وضع طبيعي، وهذا خطير جدا هذا الإحساس. يعني هذا هو اللي سميته الطبيعة النفسية مع المنكر. ما زلت أذكر وكثير من هال يعني بصفة عامة الناس ليس فقط العلم، يعني كل الناس اللي عاشوا واحد المراحل من تاريخ البلاد وتاريخ الحياة في البلاد يعرفوا بأنه أول مرة بدأ العري في البلاد بدأ أنهم كي يلبسوا الجلابة، العيالات يلبسوا الجلابة، ولكن خرجت هذه الموضة ديال الجلابة بلا القب. هذا أول ما أذكره، وكان يعني لا يلبسوا مثل هذا اللباس من النساء إلا من قل حياؤهن، أما العفيفات باقية بالجلابة والتام ديالها اللي كان عندنا في البلاد لباس ديال الجدات، أما حتى الأمهات مع الأسف يعني دخلنا في مثل هذا على الأقل في هذه المرحلة التاريخية التي نعيشها. فبعد ذلك يعني استغربه الناس، جاء الناس غريب وجاء الناس قبيح، ولكن بدأ كيكتر، هو كيكتر والناس كيولفوه. فبعد أن أولف انتقلوا لمرحلة أخرى وهي المرحلة ديال تعرية الأسفل، يعني ظهرت الصايات ما بقوش جلالب. فأشنو كيوقع في هذه الحالة؟ كيولي الصايا منكرة والجلابة بلا قب ليست منكرة. هذا تطبيع النفس، هذا الذي قصته. فولا واحد الدرجة من المنكر ولات ماشي منكر، انقلب المفهوم وصار أمرا عاديا طبيعيا، بل كيسميو هذاك لباس المرأة المحتشمة. هكذا صار. فالآن الفتاة المحتشمة هي اللي مغطية النص ديالها، أما إذا برز ساقها أو ما فوق ساقها أو حتى عنقها فمحتشمة. علاش؟ لأننا وصلنا إلى نوعين من العري الفاحش الذي حتى الذوق الحيواني يستبشعه، الذوق البهمي ديال البهيمة أعز الله ذكركم، الذوق البهمي يستبشعه ويستقذره. فلذلك إذن صار ما هو دونه وأقل منه شرا صار يعني نوعا من الوضع المقبول، الوضع الطبيعي. هذا الأمر إذا المؤمن لم يمارس إزاءه الإنكار القلبي على الأقل سيجرفه ويولي يعني الإنسان مطبع مع المنكر ويقبله نفسيا. إذا قبلته نفسيا ستقبله في بناتك أو حفيداتك أو محيطك، ولن تكون لك القدرة ولا الجرأة على الإسهام في تصحيح وضعك الداخلي وبيتك الأسري. إذا كان ذلك كذلك فأنت جزء من المنكر. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعاف الإيمان بقلبه، لأنك المنكر له طبيعة متعدية، يعني بحال الخدمة ديال الأفعال في النحو اللازم المتعدي، لا يكون المنكر إلا متعديا، ما عندوش الفعل ديال اللزوم نهائيا. ولذلك إن لم تتخذه أنت مفعولا صار فاعلا وجعلك أنت مفعولا، بمعنى أن المنكر إلى ما انكرته انكرك، فإن لم تغيره غيرك. هذا القصد، وصرت جزءا منه وأفسد طبيعتك وأفسد نفسيتك وفهمك للدين مع المدة الزمن هذا يوم غضة يفسد فهمك للحقائق. حينما تتشبث بكتاب الله وتكون دائم التلاوة للقرآن الكريم، دائم التدبر لآياته جل وعلا، أنا إذن سيبقى المنكر منكرا. ولو طم الدنيا وعم البلاد والعباد جميعا كتبقى أنت الرؤية عندك واضحة واضحة، ما عندكش الضباب. أحد شعراء المغرب المعاصرين رحمه الله قال واحد الجملة لطيفة يعني حقيقة حكمة تشد إليه الرحال، قال هذا زمان الغيم والرؤيا عسيرة. حقيقة من تكون غادي بالسيارة ديالك في طريق سيار أو في غيره وتكون الضبابة شديدة جدا، هذا الوضع، هذا زمان الغيم
والرؤية عسيرة. المؤمن الذي يعاشر الكتاب الله جل وعلا يجعل له فرقانا، يعطيك ضوء آخر من عنده هو سبحانه وتعالى، يفرق بين الحق والباطل ويكشف الغمة ويوخر الضباب والغيم، فتصبح لديك الرؤية واضحة ناصعة صافية مليحة لا غبش فيها ولا اضطراب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي سيثبتك ربك جل وعلا ويجعل لك فرقانا ونورا تمشي به في الأرض. وهذا المعنى متواتر الورود في القرآن الكريم، أي كلي من كليات الدين. هذه الرتبة الأولى من المجاهدة. راه ما يمكنش أيها المؤمنون نعيش زمان هذا العصر الذي يعني اختلط فيه الحابل والنابل، وأتيح لكل الثقافات العالمية بأن تصب فوق رأسك باطلة. لا يمكن أبدا الآن تسد عليك باب دارك وما يجيكش البلا، مستحيل. الآن يعني عصر التحدي فعلا، هم يلقون حبالهم وعصيهم، فوجب عليك أن تلقي عصاك يا موسى، وجب عليك أن تلقي الكتاب. قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. يعني هذا التحدي الذي قام به موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو بما علم بقلبه وبوحي ربه أنه على ثقة من الحق، ولذلك لما ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت لا وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الإعلام اليوم كله سحر سحر، يغير الحقائق، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. الحق يرد لك باطل، والباطل يرد لك حق، المجرم يرد بريء، والبريء يرد مجرم، كل شيء يستطيع أن يقلبه سحر. هذا سحر العصر، وعصى هذا الزمان إنما هي كتاب الله. رأى الحقائق فيه جلية قوية وعباراته قاطعة لا يستطيع شيء أن يثبت تحتها. وقرأ إن شئت قوله جل وعلا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك المثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن الكريم كفيل بالقضاء على الأباطيل بذاته، قرآن بوحده، إنما عليك أنت أن تلقي، مشي هو يعني الليل والنهار يلقي عليك بوسائل الإعلام والقنوات الفضائية البشعة، تصب عليك الجحيم والدخان وانت منقطع عن كتاب الله، ما عندك صلة بالقرآن، لا تقرأه، لا ترتله، لا تشتغل به، لا تصحبه، ولا يدخل بيتك البتة. أنت من الهالكين باليقين، باليقين تكون من الهالكين، لأنه لا نجاة في هذا الزمان بغير القرآن الكريم، وهو الذي يتيح للعبد هذا المستوى من هذه المنزلة. يعني هذه المنزلة منزلة المجاهدة، هذه الدرجة ديال مجاهدة المفاهيم ما يعطيك غير القرآن الكريم. لأن علاش؟ لأن المفاهيم فيه موثقة موثقة. شكون اللي موثقها؟ رب العالمين. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذه القوة، الألفاظ قوية جدا، أولا تكلم بها رب الكون ويجي بعده اللي يبغى يجي. إذا نزلت كلمات الله تبخرت كلمات الشيطان، ثم هي موثقة باليقين القاطع، تلك الكلمات هي كلمات الله جل وعلا، وهي موثقة المعاني. يعني واخا يبغى يحرفها غير قرأ أنت في السياق القرآني، راك ما تخافش ما تلفش، خليه هو يفسرها كيما بغى، يلعب بالتأويل ويجيب الأدوات الحديثة كما يصنعون اليوم، يعني يشتغلون ب يعني اللسانيات وكثير من الأدوات من أجلي، يعني قد تكون العلوم في ذاتها يعني صالحة، لكن يعني طريقة توظيفها قد يكون بأسلوب سيء من أجل تحريف المقاصد والمعاني للقرآن الكريم. ولكن ضمانك أن تقرأ القرآن أو الكلمة القرآنية في سياقها القرآني يضمن لك ربك مقصدها، ما تخافش ديك الساعة من المعنى ما يضيع لكش، خليه ويحرف تيشبه، خدم الأنثروبولوجيا واللسانيات، خدم كل تلك العصي والحبال الفرعونية وألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يفكون، فإذا هي تلقف ما يفكون، اقرأها في سياقها، الله جل وعلا يضمن لك لفظها بالأجر لكل حرف حسنة والحسنة بعشرين أمثالها، ويضمن لك مقصدها، يجيك يتنزل لك على قلبك بلا واسطة بلا واسطة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب قفلوا؟ يفتح قلبك بصدق لله، الله جل وعلا سينير قلبك بصافي الذكر
وهذا داخل في معنى الحفظ. وإنا له لحافظون، أي حافظون لفظه وحافظون معناه، تن معنى ما يقدوش يضيعه، ولكن قلت بشرط أن تلقي أنت، يعني أن تتلقى أنت القرآن وأن تلقيه على نفسك وعلى محيطك، أنت مضمون، أنت آمن إن شاء الله بإذن الله جل وعلا. الرتبة الثانية من منزلة المجاهدة مجاهدة المقاصد، المقاصد وهي في الحقيقة يعني تختلف قليلا عن ما يسمى بالنية، لأن النية تستبطل في البدء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. ملي كتنوي فين غادي وتنوي العمل شنو بغيتو، عادة أو عبادة، هذه مسألة أو مرتبة، لكن المقصود بالمقاصد يعني هي النية التي تصحبك طيلة الطريق إلى أن تلقى ربك. وهنا يتحدثنا عما يسمى بالمقاصد الطوارئ، وسأبين على قدر الاستطاعة. أنا أعطي واحد مثال ديالها في الكلام ديال الفقهاء والأصوليين، يعني علماء أصول الفقه كما يخدموا بها في الكتب، ونجيو لهذا السياق التربوي القرآني ونطبقها في بيد الله عز وجل. هالمثال كيمكن الإنسان في البداية يبدأ واحد العمل ديال الخير، مثلا يجيب له باله يقول بغيت نبني مسجد طاعة لله عز وجل رجاء أن يبني الله له بيتا في الجنة كما صحابي الحديث. هالنية في البداية عنده مزيانة ويتوكل على الله يبدأ يبني. كاين شي حاجه كتسمى المقاصد الطوارئ، يعني شي حاجه كتجي من بعد، انت في الاول كانت عندك نيه مزيانه ولكن كتقدر النيه تفسد وتنحر، ابليس يستدرجوك فيجيوك مثلا نعطيو غير مثال، يجيو مالي اللحومه يقولوا هذا الرجل هذا كيبني الجامع رجل فيه الخير، هذا هو اللي رشحوا للانتخابات. ما كاين باس لحد الساعه، ما كاين باس رشحوك للانتخابات، كدير الدعايه باش بهذاك المسجد، هالعمل بدا كينقص، بدا يختارمه الفساد. فلما يبدا يتطور حتى يرتبط في نهايه المطاف، يرتبط المسجد بالنجاح في الانتخابات على قدر الاصوات على قدر البناء، فاذا ضاع العمل مع الاسف. هذه المقاصد الطوارئ، يعني انت ما معولش على هذه النيه، النيه كانت عندك غير زينه في الاول، ولكن بعد بدا ابليس يستدرجك الى الشر. كاين اساليب كتوقع واحد غادي للحج بالنيه الصالحه، ولكن عاود بانت له حاجه اخرى وحاجه ركبت على حاجه حتى مشات ديك النيه، فاذا به في الحج لامر اخر لا علاقه له بالحج البته، وربما أضاع بعض أركانه بسبب ذلك فأضاع الحج كله مع أنه انطلق في بداية صالح. ولذلك كيف يأمن المؤمن هذه الانقلابات النفسية؟ وقد خبر الله بمثل هذا في كتابه من قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، نعوذ بالله من كيده، رجاء رحمته جل وعلا. كيف المؤمن ينجو من هذا؟ إنما ينجو بالمجاهدة المقاصدية، يعني لا ينبغي أن تأمن مكر الله جل وعلا. مش راك درت النية مزيانة في الأول إذن أتنعس، لا، أبقى عساس على النية ديالك، راه يقلع عليك إبليس سيختطفها منك الشيطان. ولذلك المجاهدة المقصدية هي مجاهدة دائمة كتعيش مع بنادم عمره كامل، لأنه عمرك ما تقول راني صافي كملت شغلي، وصلت إلى مقام الرضا النهائي، وقد رضي الله عني، اعملوا آل بدرين ما شئتم، لعل الله اطلع على آل بدرين فقال اعملوا ما شئتم. ما ينبغي للمؤمن أن يأمن مثل هذا وأن يعتقد في نفسه الكمال والعصمة. المؤمن ديما ضعيف وديما قوي، ضعيف في نفسه قوي بالله جل وعلا. فلذلك إذا كنت دائم الصلة بالله، دائم التوكل على الله، دائم المجاهدة لنفسك في الله، فالله جل وعلا يثبتك. والآية التي ذكرنا قبل شاملة لهذا المعنى أساسا، والذين جاهدوا فينا، قال المفسرون جاهدوا أنفسهم فينا لنهدينهم سبلنا. وقد صح في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام مما رواه أحمد بن حنبل في مسنده وبعض أهل السنن، الإمام الترمذي رواه طرف منه لكن الصيغة الكاملة عند أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمن الناس منه أموالهم ودماءهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، في رواية المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في الله. فمجاهدة النفس في الله إنما معناها أن العبد يربي نفسه ويهذبها ويشذبها في سيرها إلى الله عز وجل. تهذيب وتشذيب، بعض أهل التربية استعمل هذا الاصطلاح، التهذيب والتشذيب. التهذيب والتشذيب هي الخدمة ديال الجاردني، من اللي يدخل الحديقة ويلقاها شعشعت وغولت، كيستعمل المقص، حاجة اللي خرجت على الطريق ولا خرجت على الصور ولا يعني خدشت شي طريقة، كيبدا يقص ويضرب ويقطع الزايد. فكذلك النفس إذا أمينت كتغول، تهي تغول على مولاه وعلى الناس، فتحتاج إلى مقصي
الشريعة بتهذيبها وتشذيبها، تبدا تقطع الزين حتى تستقيم. فالنفس إذا العبد أو صاحبها أرباها بمنهج التهذيب والتشذيب فذلك مجاهدتها في الله. فين ما بدأت تطمع في الحرام، فين ما بدأت تتمنى أن تكون يعني قد ملكت شيئا من المال الحرام أو عاشت نوعا من المال الذاتي والشهوات المحرمة، فإذن راها بدأت كتغول، بدأت كتدير القرون اللي خصهم يتقطعوا. فآن إذن وجب على المؤمن أن يهذب ويشذب نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وذلك صريح القول النبوي الذي ذكرته قبله، والمجاهد من جاهد نفسه في الله. فإذن مجاهدة المقاصد أمر ضروري للمؤمن في كل زمان، وفي هذا الزمان بصورة أخص. هذه المرحلة التاريخية الحرجة لكي يعيشها المؤمن خصو يوميا يكون خدام بالمجاهدة النفسية، المجاهدة المعنوية القلبية المقصدية. علاش؟ لأن الحرام يناديك. هالمشكل، نحن نعيش في بيئة وفي زمان الحرام يناديك من كل مكان. إذا نظرت في اليمين، اليسار، القدام، اللور، فوق، تحت، كل جهات الأربع، الإنسان أو الست بالأحرى، فوق والتحت، تليك على أبواب الحرام من شوات المنكرة أنها لميتين. أنت شحال قدك تصبر؟ أنا ضعيف، قلت لا يقوى إلا بالله جل وعلا. تحتاج يوميا لتهذيب نفسك وتشذيبها لمجاهدتها في الله. طوات الأشكال، الموضات، الألوان، كل شيء يزين لك الفاحشة بشتى أنواعها: الفاحشة المالية، الفاحشة الجنسية، الفاحشة الخلقية، فاحشة العادات، كل أنواع الفاحشة يزين لك من كل الوسائل، لا يكاد يسلم جدار من منكر. مشكلة. فالعبد إذن راه يا أخي القلب ديال بلاد امرأة إنما هو قلب ضعيف، سميته قلب يتقلب. فما ينبغي الإنسان يقول لك أودي أنا نقد نعيش في هذه البيئة المنكرة ولا يحدث لي شيء، هذا كذاب، لا يصدق مع الله جل وعلا، إنما يثبت من ثبته الله. وسيدنا محمد وهو خير الخلق بأبي وأمه وعليه الصلاة والسلام كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي أو قلوبنا على دينك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأدعية إنما تحيل على هذا المعنى، مجاهدة النفس في الله، باش يعني الإنسان ديما يخضع نفسه لواحد العملية مخبرية مجهرية من أجل تشريحها وتجريحها حتى تستقيم وحتى تذل بين يدي الله جل وعلا طائعة رضية مرضية. ما يدخلك كبر، ما يدخلك غرور، ما يدخلك عجب، وقد يأتيك البلاء من حيث لا تظن، من حيث تظن أنك عابد عامل، يجيك البلاء من تم. ولا تمنون تستكثير، ولربك فاصبر، هذا أمر الله لرسوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر. يعني كلمات قلائل جمعت منهاج التربية في الإسلام من أوله إلى آخره. هذا العبد الصالح بل أصلح العباد، أنا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا حينما أمره بالإنذار والنظارة بالحق: يا أيها المدثر قم فأنذر، وأمره بالتوحيد والإخلاص لله وربك فكبر، وبتطهير بدنه ونفسه من كل أنواع الشرك والآثام: وثيابك فطهر، والرجز أي الشرك الأكبر وما يتفرع عنه من شركيات صغرى فهجر. يعني لما توصل لواحد المرحلة من العمل الجيد عن داهي يعجبك راسك، ولا تمنون تستكثر، أي يجيب لك بالك بدرك درت شي حاجة كبيرة وراك خار الله هذا ديال الأعمال وانت كتصلي الفجر نعم سيدي وحجيت وكذا ويعجبك الحال وتبدأ تفخم على عباد الله بهذا. ولا تمنون تستكثر، لأنك حينما تستكثر عملك ويجي كثير فإنك تمن به على من؟ على ربك. يمنون عليك أن اسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، باش ما يجيب لكش بالك بأن المجاهدة النفسية راه عندها علاقة فقط بجانب المنكر. صحيح ركزت على ذلك كثيرا لأن المنكر صار من عموم البلوى، ولكن راه أيضا قد يؤتى العبد الصالح بجهله من حيث لا يدري. سنستدرجهم، هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عندك المؤمن، المؤمن فعلا هو الذي يشعر بالعبودية، يعني ما أنا إلا عبد، كتحس بأنك عبد ديال الله، والعبد دليل بين يدي مولاه اللي خلقه سبحانه وتعالى. ولما كتشعر بالذلة بين يدي الله فإنك ستشعر بالحاجة الدائمة إليه، وهذا مربط الفرس، الحاجة الدائمة إلى الله، أي لا تستغني بنفسك عن الله، لأنك حينما تستغني فمعنى أنك طاغية. كلا إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى.
فلهذا إذن العبد ما دام يمارس العبودية على المستوى النفسي ديما يا ربي أنا عبدك أنا في حاجة لك إلى ما تبتني من تبت إلى ما سددتني من تسدد. هذا المعنى يعني معنى المقصد الذي تستبطنه والذي عليه العمل بخدام. فأنت أنا إذن إن شاء الله على رتبة من رتب المجاهدة وهي مجاهدة المقاصد اللي هي دائمة ما كتكفيش فيها النية الأولى كما بينت. ولذلك ميزت بين النية العادية يعني الشرعية المستعملة في سائر الأعمال المقصودة بحديث رسول الله إنما الأعمال بالنيات وبين هذه النية الحالية الغائية اللي هي في الحال وفي المآل تصحبك دائما لا ينبغي أن تفارقك ووجب أن تحرصها إذا ما بقيتش عساس عليها كتضيع وأن تنميها وتبدأ تزيد فيها تعمقها مزيان حتى تصفو وتصير إلى درجة الإخلاص لله الواحد القهار. الرتبة الثالثة من مراتب منزلة المجاهدة مجاهدة الأعمال بالتروك والأفعال. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لطيف هي كل الأعمال ديال الإسلام دخل في هذا المعنى كلها فعلا وتركا حينما تفعل الخير وحينما تترك الشر. لكن بعض الأحاديث وبعض الآيات قبل ذلك وبعد ذلك يعني كتشرح لنا فيها تعريفات لمثل هذا. في صحيح مسلم وقبله في موطأ مالك رحمه الله أن الإمام مالك كان قبل مسلم بزمان وفي غيرهما من كتب السنن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم لأصحابه ولأمته بعدهم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. لأنه السير ديال العبد إلى الله عز وجل إنما هو بهذين محو الخطايا لأن كل بني آدم خطأ وخير خطأ توبه ورفع الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام يجيب إسباغ الوضوء على المكاره ها واحد التعريف السياق بمعنى المجاهدة مجاهدة الأعمال إسباغ الوضوء على المكاره وسأعود إلى هذه العبارة إن شاء الله. وكثرة الخطى إلى المساجد في رواية أخرى صحيحة ونقل الأقدام إلى المساجد وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث مرات. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ينبئنا بهذا الحديث إلى طبيعة الدين بصفة عامة ولكن بين ما قد لا يخطر على العبد ببال أحيانا. بعض الأعمال كتجي عادية وما هي بالعادية بل هي عالية عالية ليست عادية كما في حديثه عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. والإدلاج السير بليل والمقصود به العبادة الليلية بشتى ألوانها تلاوة القرآن وقيام الليل والذكر وما شابه ذلك من الأعمال التي يعني هي مشروعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يربي أصحابه يعلمهم أن الأعمال إذا لم يجاهد بها العبد فإنها بين أحد أمرين إما لا تدوم يديرها واحد المدة ويقطعها الذي يصلي وينقطع يصلي ولا ينقطع شنو مشكلته يصلي على غير مجاهدة يصلي يعني مرخيب واحد شكل يعني على حسب القناة لا لا تكون الصلاة الحقة إلا بمجاهدة. فإذن حينما تكون الأعمال على غير مجاهدة كتقع في أحد أمرين أو فيهما معا هذا الانقطاع أو الضياع ضياع المعنى وبقاء الشكل والرسمي ضياع الأرواح وبقاء الأشباح يعني ها هو كيصلي ها هو كيزكي ولكن بغير معنى إنما ينقرها نقر الغراب الشكل حاضر والمقصد غائب ولا عبادة تحصل بالقلب وهذا فساد. ولذلك العبد حينما يجاهد نفسه في الله بالأعمال فإنها تستقيم له سيرا إلى الله جل وعلا. فحديث الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط كررها ثلاثا كما ذكرت حديث دال على كل معاني العبادات بدون استثناء غير جاب واحد الشكل صريح ومشروح لأنه فعلا خرج من مشكات النبوة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى من هذه الأمة ما لا يراه أحد بما أراه الله جل وعلا وسأبين ذلك على وزان زماننا هذا. يعني لما ترجع للحديث في كتب الحديث غتلقى المعاني يعني الشراح كيتكلموا على كل واحد على زمانه وما ينبغي أن يقصر وأن يقتصر في فهم الكتاب والسنة على أزمنة تاريخية صحيح كاين قواعد باش ما بقاش الانسان يلعب بالعبارات كاين قواعد للتفسير وللشرحي ولكن القواعد العلمية التي تتيح للمؤمن أن يرى النصوص من خلال زمانه لا من خلال زماني أو أزمنة غيري. وإليك بحول الله جل وعلا البيان لما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مبشرا إصباغ الوضوء
على المكاره. يعني هذه الدرجة الأولى اللي كتعطي للعبد هذه الغاية أو هذه النتيجة وهذه الجزاء ديال رفع الدرجات عند الله عز وجل ومحو الخطايا، وهو الغفران النازل برحمة الله من عند الله على عبد الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره في كتب الحديث كانوا كيفهموا وفهم صحيح طبعا، ولا يزال مستمرا إلى يوم القيامة، لكن زماننا كيزيد عليهم شي حوايج ما كانتش عندهم. كيفهموا بأنه البرد إصباغ الوضوء على المكاره في الليالي القارسة والشتاء وما عندك باش تسخن الماء وتدوز الماء بارد على يدك حتى يعني تدخل المرفق، يعني أنه كيختلف واش المرفق داخل ولا ما داخل شيء في الغسيل، هل الحد داخل في المحدود أو كذا، واحد العدد ديال المشكلات الفقهية المعروفة في هذا. فأنت كتأخذ بأصل مالك، وأصل مالك هو الأخذ بأصل الاحتياط، وتغسل المرفق ديالك بالبرد وتصبر عليه. شيء حسن ويعني مقصود من مقاصد الحديث، ولكن لهذا الزمان مكاره أخرى ما كان السلف رحمة الله عليهم يعرفونها. لما كيكون عندنا مسجد الكومبلي والقرافطة ومقاد في المؤسسة الإدارية ديالي والدن العصر أو يعني المغرب في الأيام اللي كتجي المغرب في الوقت الإداري في الشتاء وما موضيش، كان بقى واحد مع الكومبلي ديالي ما خصيش نطويه. هذه مكاره هذا الزمان. والمرأة حينما تكون قد لونت وجهها بالتقيين، هذه العبارة يعني ما يسمى به يعني المكياج، التقيين ملونة مقادة، فإذا غسلت وجهها اختلطت الأصباغ فصار من فساد إلى فساد، ما عمره ما كان صالح، فصار من فساد إلى فساد. هذه مكاره هذا الزمان، إصباغ الوضوء على المكاره. واجب على المؤمن أن يستجيب لنداء الله، وأن لا يستجيب إلى شهوات الشيطان، وأن لا يستجيب إلى تحديات العصر، بل يتحدها بالإيمان. اغسل يديك يا أخي الكريم إلى مرفقيك، واغسل رجليك إلى كعبيك، وتوضأ وضوء القرآن والسنة وكل لله لا تكن لغيره. إذا بغيت ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجة، إذا أردت أن تكون من أهل الدرجات الذين يختصم فيهم الملأ الأعلى في حرب الدرجات، أن تصبغ الوضوء على المكاره. هذه مجاهدة الأعمال، لأن مثل هذا العمل لا تستطيع أن تقوم به بنفسية مهلهلة مرخية، لابد. الشيطان ينادي والرحمن ينادي، فأيا منهما تجيب، إذن أنت مخير بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن تستجيب للنداء وتقوم تصلي لله. يعني بعض الأحيان الإنسان الأصول المعلومة من الدين بالضرورة قد يشعر فيها بالحرج بسبب الضعف النفسي والصب اليومي، يعني ديك الشتاء الأمطار الحامضية اللي راه يتكلموا عليها في هذه الأزمنة من التلوث المعنوي مش المادي الذي يسقط على المؤمنين، قد يجد بعضهم الحرج في أن يصلي وأن يكون يصلي في إدارته ولا مؤسسته مخبه، ما راضيش يتعرف عليه كي يصلي، هذه مصيبة. فهذا يدخل في باب المجاهدة بالأعمال. شي وحدين كانوا تشكوا لي مدة هذه شي مؤسسة من المؤسسات أنهم يعني بدأوا كيصليوا العصر لأنه كيشدهم في هذه المؤسسة، فالمسؤول أو المسؤولة على المؤسسة ما عجباش الحال، قلت لهم منظر ديالهم خيب فيهم هذوك، يعني جاي واحد المنظر يعني المؤسسة عندها مقادة ومنظمة والحدائق وكذا وما يفرشوا لها حصيرة وبدأوا يصليوا ليها، وحلت بيهم. يعني شيء غريب جدا، حينما يفسد الذوق، حينما تفسد الفطرة يفسد الذوق. مثل هذا الشخص الذي يستبشع منظر الصلاة، منظر الصلاة جاء ما فيش الجمالية، الذي يستبشع منظر الصلاة شنو وقع له؟ المفهوم دياله الإنساني ضاع. خلينا دعك من الدين، لا غير المفهوم، أنا كنت أتكلم على المستوى الجمالي المحض، المفهوم الإنساني فيه الفطرة دياله خسرت ضاع. ومعلوم أن كثيرا من أهل الكفر إنما أسلموا حينما شاهدوا المسلمين يصلون، معروف يعني السفير ديال ألمانيا في المغرب سابقا مراد هوفمان سبب إسلامه كما صرح وقد كتب كتبا جيدة في الإسلام إنما هو منظر السجود عند المسلمين، شاف المسلمين ساجدين قال ما رأى منظرا أجمل في العبادة من منظر السجود عند المسلمين. هذا كافر مازال مسلم في اللحظة التي تأثر، ولكن كانت الذوق دياله كان سليم، ليس كبعض الجهال وبعض الضائعين التائهين الذين يستبشعون مشاهد الدين في العبادات وفي الأعمال وفي السلوك ويستقدرونها مع الأسف، هذه مصيبة هذه. ولذلك أنت أيها العبد إذا أردت أن تكون عبدا لله، ليس عبدا للشهوات ولا عبدا للاستفزازات، لا ينبغي أن تخش الناس والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، ينبغي أن تكون عبدا لله. كيف؟ بأن تجاهد نفسك بالأعمال،
أصلا صلي وانت راسك مرفوع بين يدي الله جل وعلا خاضع عمد، ولكن بعزة الإيمان، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين المجاهدة بالعمل. صم وكن مؤمنا وكن فخورا بصيامك، لا ممتنا به على ربك، ولكن فخورا بإيمانك، فرحا بالله جل وعلا أن هداك للإيمان. هذه راه ميزة، هذه راه واحد الرتبة ما كيعطيها ربي غير اللي بغاه، بصيامك وبصلاتك وبحجك وبسائر أعمالك. ولذلك فعلا العبد من اللي يدرك هذا المعنى سيصبح الدين، كل الدين من حيث الأعمال، كل الدين يصبح له لذة ومتعة، يتمتع بالعبادة. وكما القول في الأفعال كذلك القول في الطرق. الدكتور المهدي بن عبود الله يرحمه برحمة الله الواسعة، درسنا عليه في الدراسات العليا، كان كيحكي لنا هو مر يعني في يعني مر في الهيئات وفي الإدارات، ويعني له تجربة طويلة جدا، أنه كان كيجلس، أنه كان سفير المغرب في أمريكا في وقت، يجلس مع أمريكان ويوزعوا الخمر فهو يرفضها، فلما يسأل يعني كيقول لي زعما علاش ما تشربش الخمر، كيقول احنا المسلمين ديما سكرانين، يعني لا يحتاج إلى، وهو على كل حال هو يقصد شيئا آخر، هذا مش محل الشاهد. ملي كيكون مع بعض الفساق ديال المسلمين ممن ابتلوا بشرب الخمر وكيقولوا علاش ما كتشربش الخمر، كيقولوا لأنها حرام، لأنها حرام، فماذا يقصد؟ يقصد أنه كان في بعض المواقع وبعض المواطن ما كيرضوش بعض المسلمين يقولوا الخمر حرام، ما كيرضوش، كاين حالات كتلقاه ما كيشربهاش، ما كيشربهاش، وكيخاف من الله يشربها، ما يشربهاش، ولكن ما يرضاش يقول حرام، على حسب البيئة اللي معاشرو والنوعية ديال بنادم معاشر، كاين بنادم اللي، فيعني هو رحمة الله عليه كان يفتخر أنه كان كيقدر يقول لهم حرام، وصحيح. راه ما سهلاش حقيقه، راه ما يعرف غير اللي جرب، يعني المواطن العافينه تعاشر معها وعاش معها، فيعني مثل هذا يعتبر من المجاهده بالترك، كترك الشر وانت تجاهد في الله بتركه، تترك الزنا لانه فاحشه وساء سبيلا، وتترك الخمر لانها عمل الشيطان لانها رجس، وتترك اكل الخنزير، وتترك كل ترك تتركها بعزه نفس، وتفعل الواجبات مطيعا لله أيضا بعزة نفس واستعلاء الإيمان كما عبر أحد الصالحين، لكن بذلة بين يدي الرحمن، حتى لا تختلط هذه بتلك، لأن علاقتك بالله ذلة وتواضع، وعلاقتك مع الذين يرفضون الدين عزة. علاش أفخروا بديني؟ علاش أنا نحشم من رأسي أنا مسلم؟ هو اللي يحشم إلى باقي شحية في الأرض، الذي يشرب الخمر هو الذي ينبغي أن يدخل إلى المداخل المظلمة ويخبع رأسه، أما الذي هو سليم والذي أتى ربه بقلب سليم، إنما الله جل وعلا أنار قلبه، ومثل هذا النور يصدر من كل جوارحه، إذا تكلم فنور، وإذا أنصت فنور، وإذا تحرك فنور، وإذا مشى فنور، كله نور. وحديث رسول الله واضح في هذا قاطع عليه الصلاة والسلام، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومثل هذا المعنى كثير في القرآن الكريم والسنة النبوية، يعني الإنسان اللي منور ربي، هذا اللي محتاج له الأمة، هذا الذي يصنع التوازن، هذا الذي يصنع الأمن والأمان الروحي في البلاد وبين العباد، هذا النموذج هو الذي يجب الإكثار منه، وهو الذي يجب اتباعه وتقليده، هو كل المعاني التي تؤدي إلى تكسير نمط الخير في البلاد والعباد، أما نمط الشر فمدمر. المؤمن لا يمكن في خاتمة المطاف أن يصل إلى مولاه في بحر اللجي ذي ظلمات إلا إذا ركب سفينة المجاهدة، جاهد نفسه بقص كل ما يخرجها عن مقصدها التعبدي، جاهد عقله بالتثبيت، تثبيت قلبي وعقلي على مفاهيم القرآن والسنة، جاهد أعماله بالصدور عن الأعمال الصالحة والانتهاء عن الأعمال الباطلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.